أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس تفسير سورة براءة في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. يقول الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. بعدما بين ربنا سبحانه وتعالى أحوال أولئك المعتذرين الذين سيحلفون بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا من الغزو أنهم ما تخلفوا إلا لعذر، وأمر الله عز وجل أن يعرض عنهم رسول الله لعلمه بكذبهم، بيّن في هذه الآيات أن الأعراب فيهم منافقون، وأن النفاق الذي يكون في الأعراب أشد من النفاق الذي يكون في أهل المدن. ولا يعني ذلك هضم يعني حقهم من غير تسبيب، بل هناك سبب، وذلك لبعدهم عن حواضر العلم وبعدهم عن ميادين التربية والتعليم، فيصيبهم من الجفاء والغلظ والشدة في الكفر والنفاق ما لا يصيب غيرهم، وذلك في المنافقين منهم. وسيتبين لنا بعد قليل أن الأعراب فيهم منافقون وفيهم مؤمنون صادقون. والمقصود بقوله الأعراب هو من سكن البادية. قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي كفرهم أغلظ وأشد من كفر غيرهم، ونفاقا أيضا ونفاقهم أغلظ وأشد من نفاق غيرهم. وهذا يدل على أن الكفر درجات، كما أن الإيمان أيضا درجات. قال: وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أي لبعدهم عن العلم وعن الرسول وعن مصاحبته، هم أحرى بأن لا يتفقهوا في الدين وأن لا يتعلموا العلم الراشد الذي يهتدون به إلى الله وإلى جنته. ولذلك قال: وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال العلماء: هذا فيه الدليل على أن فاقد العلم أقرب إلى الشر ممن يعرفه، فالذي يعرف العلم ويهتدي به أقرب إلى أن يكون مهتديا ومتأثرا بالعلم ممن يكون بعيدا عنه. ولاحظوا هذا في تفريق الإسلام بين أهل الكتاب وسائر الكفار، فيحل لنا نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم لأثر الكتاب عليهم، أما سائر المشركين فلا يحل لنا مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم. قال: وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قال العلماء: هذا يبين لماذا لم يبعث الله من الأعراب نبيا، لأنه ما بعث نبيا إلا من أهل القرى، كما قال في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، لأن أهل القرى أكمل وأتم وأعلم وأقرب إلى ما
معرفة النظم والتراتيب والآداب، وأقرب أيضا إلى تنمية العلوم وصقل الأذهان ممن يعيش الواحد منهم عمره كله في البوادي لا يلقى إلا الجهال أو العامة ونحو ذلك. قال: وأقرب وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ثم بيّن بعض صفات هؤلاء الذين ذكر أنهم منافقون وأنهم كافرون من الأعراب، وأن كفرهم ونفاقهم أشد من نفاق وكفر غيرهم. قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، أي من هؤلاء الأعراب الذين دعوا إلى الجهاد فلم يستجيبوا وتخلفوا عن اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني إذا طلب أن يتصدق أو ينفق للجهاد في سبيل الله جعله مغرم وضاق به صدره وكره الإنفاق لأنه يرى أنه لا عوض فيه وأنه خسارة محضة. قال: ويتربص بكم الدوائر. لاحظوا، يعني يترقب أن تأتي دائرة ومصيبة ومشكلة تتورطون فيها وتدور عليكم الأيام ثم ينقض مع المنقضين ويأكلكم مع الآكلين ويحاربكم مع المحاربين. إذن كل الذي عنده أنه متربص، يتربص بكم الدوائر. ولاحظ كيف عبر عن المصائب والجوائح بالدوائر، لأن الدائرة لها أول وليس لها آخر، فهو يتمنى أن تدور عليكم الدائرة فتحيط بكم من كل جانب فيكون هو من المستفيدين من دوران الدائرة عليكم وحلول المصيبة بكم. والله سميع عليم. قال العلماء: هذه الآية فيها الدلالة على أن المؤمن ينبغي له إذا تصدق أو زكى أو أعطى أو أنفق أو أضاف أن يفعل كل ذلك بطيب نفس، بل حتى ينبغي له إذا أمهر امرأته مهرا أن يكون ذلك بطيب نفس. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالوا عبر عن المهر بأنه نحلة، يعني يعطيه الإنسان لامرأته عن طيب نفسه. وبين أنه لا ينبغي له أن يأخذ من مهرها شيئا إلا بطيب نفس منها، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني إن لم تطب نفسها بإعطائك شيئا من مهرها فلا يحل لك أن تأكل منه شيئا، لأن بعض الأزواج قد يضغط على زوجته من أجل أن تتنازل عن شيء من مهرها أو من أجل أن يستفيد من شيء من مهرها. قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا من عدل الله عز وجل، فإن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالعدل وهو عدل، ويقيم لنا الأمثلة والنماذج على العدل. لما ذكر هؤلاء المنافقين من الأعراب وبين شدة كفرهم وغلظ أكبادهم بين أن فيهم أيضا مؤمنون صادقون، فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله والرسول وصلوات الرسول. فهم مؤمنون بالله ومؤمنون باليوم الآخر. ولاحظوا يا أحبتي كيف أن القرآن دائما يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي تستقيم به الحياة، بمعنى أن الإنسان إذا علم أن هناك يوما آخر يحاسب فيه ويجازى عليه ازداد من العمل الصالح واتقى العمل السيئ وأبعد عن ظلم العباد واستكثر من القربات. ولهذا السبب يقترن ذكر الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله، لأن الحياة لا تصلح بدونه،
وانظروا إلى الكفار أو عامة الكفار اليوم الذين لا يؤمنون بالآخرة كيف تكون حياتهم جحيما مع توفر أسباب النعيم لهم، فتكثر فيهم السرقات والخطف والاغتصاب والسلب والنهب، ومتى يعني حصل أي اختلال للدولة حصل فيهم من البلاء شيء عظيم. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، يعني إن لم يخافوا من السلطان فهم لا يخافون لا من الرحمن ولا من الحساب في الدار الآخرة. قال ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، الذي ينفقه يجعله قربة له بين يدي الله، فكل شيء ينفقه سواء على زوجة أو والد أو ولد أو على ضيف أو في أي سبيل من سبل الخير أو في الجهاد في سبيل الله يجعله قربة يتقرب به إلى الله. وهذا يبين لنا أن من أعظم ما يقرب الإنسان ويدنيه من ربه هو ما ينفقه في سبيله. قال وصلوات الرسول، أي طلباً لدعاء الرسول له وصلاته عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على من أدى زكاته طيبة بها نفسه كما سيتبين معنا بعد قليل. ألا إنها قربة لهم، أي هذه الصدقات والنفقات ستكون قربة لهم أي تقربهم إلى الله، وهذا وعد من الله بأن كل نفقة ينفقها الإنسان يبتغي بها وجه الله فإنها تقربه من الله. سيدخلهم الله في رحمته، انظروا ما وعد الله بالإدخال في الرحمة إلا لمن عمل وليس لمن تمنى أو سوف، لا، الأماني رؤوس أموال المفاليس، ليس لهم بأمانيهم شيء، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وماذا؟ وصدقه العمل. قال الله في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعل الراجين لرحمة الله هم من آمن وهاجر وجاهد. فليقول الله غفور رحيم نقول له صحيح الله غفور رحيم، لكن أين العمل؟ أين التوبة والاستغفار؟ أين الإقلاع عن الذنب؟ أين الصلاح والإصلاح؟ غفور لمن استغفر، رحيم لمن عمل. مثل إنسان يا إخواني يريد ولدا فقال أنا أرجو أن الله يرزقني ولدا، قلنا له تزوج، قال لا، إذا كان الله سيرزقني ولدا فسيرزقني ولو لم أتزوج. يمكن هذا يا إخواني؟ ما يمكن، ما يأتي الولد إلا لمن تزوج، فكذلك ما تأتي الرحمة إلا لمن عمل وأتى بأسباب الرحمة، وأعظم أسباب الرحمة الإيمان والعمل الصالح. كما هنا قال سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وقد بينا مرارا في المجالس الماضية أن رحمة الله تسبقها مغفرة، لأنه لا يستحق الرحمة إلا من غفر له، ولذلك يقال دائما غفور رحيم. فأنت لا تدرك رحمة الله بدخول جنته حتى يغفر الله لك ويمحصك من ذنوبك. ثم قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا ثناء عظيم وكبير وعالي الشأن على أولئك الثلة الطاهرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا السبق والهجرة والنصرة. قال والسابقون، فوصفهم أول وصف بالسبق، وهذا يدلنا على أن وصف السبق من الأوصاف التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه، أن تسبق وتتقدم لتري ربك من نفسك خيرا، فهذا خير يا إخواني، وينبغي على الإنسان في ميادين الخير ألا يتيح الفرصة لنفسه أن يكون متخلفا أو تاليا أو ثانيا
أو مسبوقا. قال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا، لما ترى أخاك يأتي إلى المسجد مع الأذان تقدم أنت وكن قبله، لما ترى أخاك يصوم من كل شهر 3 أيام صم أنت الاثنين والخميس والأيام 3 البيض. هذا من المسابقة والمنافسة في الخير. وجاء قوله أيضا في القرآن: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني يبذلون النفس والنفيس في الوصول إلى هذه المطالب العالية. وجاء في القرآن أيضا: وسارعوا، والمسارعة ليست كالمسابقة، المسابقة يعني أشد، المسارعة تكون عامة فقد تسبق وقد تكون مسبوقا لكنك مسارع، لكن سابق اسبق، خلك الأول لا يسبقك أحد إلى الله، وسارع دائما خلك مسارع تنفذ الأمر في البداية ولا تنتظر. بعض الناس تأتيه الفرصة للحج فيقول: لا السنة هذه مو بلازم، السنة الجاية إن شاء الله على سعة. طيب وما يدريك، ما يدريك يا أخي أنك السنة هذه من الأحياء والسنة الثانية من أهل المقابر. أي فسارع إلى العمل الصالح وبادر به قبل أن يحال بينك وبينه. قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال: والسابقون الأولون، لاحظ أكد سبقهم بأنهم أولين، من المهاجرين والأنصار. المهاجرين الذين أسلموا مع رسول الله في مكة ثم حصلت لهم مزية الهجرة وفضيلة الهجرة، وهي من أجل القربات وأعظم الطاعات، ولذلك يميزون بالهجرة مع أنهم جاهدوا وحجوا واعتمروا وصلوا وآمنوا، إلا أنهم يوصفون بهذه المزية التي انفردوا بها وهي الهجرة. ولذلك جاء بعض الصحابة يريد أن يهاجر بعد فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. الهجرة انتهت بفتح مكة، ما صارت أرضا يهاجر منها، نعم هي باقية إلى يوم القيامة لكنها ليست لأهل مكة، أهل مكة خلاص صارت دار إسلام فما يهاجر منها. ولا يؤجر الإنسان على الهجرة منها، لا يؤجر الإنسان على الهجرة منها، لأنها ما عاد صارت دارا يهاجر منها. قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. انظر، الأنصار إنما نالوا هذا الوصف بإيش؟ بالنصرة. إن فاتك أن تكون من المهاجرين فلا يفوتنك أن تكون من الأنصار، أن تنصر دين الله وأن تنصر أولياء الله وأن تكون دائما في مقدمة من ينتصرون لدين الله ويذبون عن حمى الدين وعن أهل الدين وعن القائمين بأمر الدين، فتكون من الأنصار. طيب، هؤلاء الأنصار بوصف النصرة استحقوا هذا الاسم الكريم فسموا الأنصار. هل انتهى الخير عند أولئك الذين حصلت لهم هذه هاتين المنقبتين، الهجرة والنصرة؟ لا، أبشروا، أملوا خيرا يا إخواني، ربكم كريم، وهذه الأمة كلها خير، أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. أبشر يا أخي، يا من جئت في القرن 14 أو 15 تدرك خيرا عند ربك، فإن ربك حكم عدل ذو فضل عظيم. قال: والذين اتبعوهم إيش؟ بإحسان. يعني أنت يا من تبعت هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أنت على خير، بس بشرطين: أن تتبعهم فلا تحيد عن طريقهم، لا تبتدع ولا تتوقف وتتأخر، تتبع وتمشي. والتابع كما تعلمون يا إخواني هو من يمشي خلف القوم يقتفي آثاره، يتبعهم حذو القذة بالقذة، فهو يهتدي بهم في عبادتهم، في اعتقادهم، في أخلاقهم، في حماستهم لدينهم، في بذلهم،
في هجرتهم ونصرتهم إلى آخر ما هنالك. والثاني بإحسان، ليس كل تبع محمودا، وإنما التبع الذي يكون محمودا هو التبع الذي يكون بإحسان. ما هو التبع الذي بإحسان؟ يكون خالصا وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بعزم وتشمير لا كسل فيه ولا تواني، وأن يكون الإنسان صادقا في إقباله على ربه، صادقا في إقباله على ربه، لا يتذمر ولا أيضا يتبع لأن آباءه تبعوا، وإنما يكون عنده القصد وعنده العزيمة. والذين اتبعوهم بإحسان. وهذه الآية حرم فضلها من لم يكن من أهلها، الذين لم يتبعوا فابتدعوا، والذين تبعوا لكن بغير إحسان، والذين والعياذ بالله لا تبعوا ولا ترحموا على من سبقهم بل سبوهم ولعنوهم، لعنهم الله وقاتلهم. فقد صار في المسلمين من ينتسب إلى الإسلام ويتقرب إلى الله بسب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. معاذ الله من هذا الطريق وهذا المسلك الوبيل. أي والله، وهذا والله من أعظم ألوان الخذلان. الله يمدح وأنت تذبح، سبحان الله. ربك يعلي مكانتهم ويجلي فضلهم وأنت تسبهم وتتقرب إلى الله بسبهم. تبا لك وسحقا، يا مخذول يا مهزول تفعل ذلك، أينك من هذه الآية؟ وبعدين هم يقولون إن اللي فاز بهذا هو علي واثنين أو ثلاثة معهم، طيب والبقية؟ طيب الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوا المهاجرين والأنصار، أين ذهب هؤلاء؟ ولكن حبل الباطل قصير، وآيات القرآن تدمغ الباطل دمغا فلا تبقي منه على شيء. انظروا يا إخواني، قال والذين اتبعوهم بإحسان، ما لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، هؤلاء الأصناف الثلاثة ما لهم؟ لهم ذاك المكسب الذي ذكرناه في إحدى الجلسات، ورضوان من الله أكبر. الرضا قلنا لكم يا إخواني يتخلل آيات هذه السورة، ما يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يرضى بمنزلة من ربه دون منزلة الرضا، أن تصل إلى أن تحقق الرضا. وكل يوم يا إخواني ينبغي لنا إذا أمسينا وأصبحنا أن نقول بكل صدق وإيمان وإقبال على الله: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله. تقولها ثلاث مرات. طيب من فعل ذلك ماذا له؟ قال كان حقا على الله أن يرضيه. قال رضي الله عنهم. طيب وإذا رضي الله عنهم، هل تظنون رضا الله مجرد شهادة تقدير تكتب في سجلات أعمالك وتوضع في ملفك في الجامعة وإلا في اللوح المحفوظ؟ لا، ورضوا عنه لأنه أكرمهم وأعطاهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي الفائدة. ومن هذه الآية استحب العلماء الترضي عن الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة الإسلام، لأنهم قد علموا أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قد رضي الله عنه. ولذلك نقول أبو بكر رضي الله عنه، علي إيش رضي الله عنه، واللي يقول كرم الله وجهه يحيد عن منهج القرآن. نحن نقول علي كرم الله وجهه، أبو بكر كرم الله وجهه، وعثمان كرم الله وجهه على وجه الدعاء، لكن أن نخص علي رضي الله عنه بهذا الدعاء لمنقبة نعتقد أنه تميز بها هذا غير صحيح، بل نقول أفضل منقبة ما خصه به القرآن، وهو أن الله رضي الله عنه، وهذا نعتقده لعلي ولأبي بكر ولعثمان ولعمر رضي الله عن الجميع. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب وإذا رضي عنهم، إذا رضوا عنه اسمع ماذا قال بعده: وأعد لهم، مقصودة، ما قال أعد جنات، قال أعد لهم يعني هم المقصودون بالإنعام، جنات، وليست جنة واحدة، والجنات هي البساتين التي غطت أراضيها من الاجتنان وهو الاستتار،
تجري تحتها الأنهار. لاحظوا كلمة تجري تحتها، هكذا القراءة. وفي قراءة أخرى من تحتها. فإن قلت أليس من شروط القراءة الصحيحة المقبولة أن توافق رسم المصحف، فمن أين جئتم بمن؟ قلنا نعم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما جمعوا القرآن كتبوا المصحف الإمام، فما أمكن أن يدمج في القراءة، يعني يكتب على وجه يصلح أن يقرأ بكل الأوجه فعلوه، وما لم يمكن فرقوه في المصاحف التي كتبها عثمان. فمثلا يكتب في المصحف المدينة أو المصحف الإمام تجري تحتها الأنهار، ويكتب في مصحف الكوفة تجري تحتها الأنهار، لكن في المصحف الشامي أو المكي يكتب من، لئلا يضيع شيء من القرآن. هذا ثبت عن رسول الله، وهذا ثبت أيضا عن رسول الله. ولذلك نقول من موافقة لرسم المصحف ولا غير موافقة؟ موافقة. ومثلها قوله سارعوا وسارعوا، قرئت هكذا وهكذا. طيب من أين نأتي بالواو أو نحذفها؟ نقول مكتوبة في بعض المصاحف ومحذوفة من بعض المصاحف، لأنه لا يمكن إلا أن تكتب أو تحذف، فكتبت في مصاحف وقرئت بها، وحذفت من مصاحف وقرئ بالحذف. ومثله في سورة الشمس ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها، فعندنا ولا، عند آخرين فلا. طيب قال وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين، انظروا جاء به على وجه الجمع، لأن الجنة فيها اجتماع ولذة وسرور، ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وعلى سرر متقابلين. ولاحظ على سرر ومهم متدابرين، ولا كل واحد ملتفت يناظر له جانب من الجنة ويستمتع به، لا، في أدب وفي جمال وفيه إحساس بمشاعر الآخرين، متقابلين، يقابل بعضهم بعضا ولا يدابر بعضهم بعضا. قال ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر الله عز وجل أمرا قد يخفى على المؤمنين، وهو أن النفاق موجود في المدينة وأهلها، وموجود في الأعراب أيضا. لا تظنوا أن هؤلاء الأعراب سذج لا يقع فيهم النفاق، يقع فيهم النفاق. قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، انتبهوا، هؤلاء الأعراب الذين حول المدينة. طبعا متى بان نفاق الأعراب؟ في غزوة تبوك، كانت هي الممحصة لنفاق الأعراب، وأحد هي الممحصة لنفاق من كان في المدينة. كان الصحابة يظنون ما في منافق. قال جابر بن عبد الله وجماعة ما كنا نظن إن في أحد منافق في المدينة، حتى أنزل الله الآيات التي في غزوة أحد في سورة آل عمران، عندما قال جل جلاله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال وممن حولكم من الأعراب منافقون، إذن فاحذروا وميزوا ودققوا واستعملوا الصفات التي ذكرناها لكم في هذه السورة في من كان في المدينة وفي من كان خارج المدينة. لا تقول هؤلاء بوادي مساكين، هؤلاء كذا، لا، يحصل هذه الخصلة حبالة إبليس يورط بها الأعراب ويورط بها أهل المدن. قال ومن أهل المدينة، يعني أيضا منافقون. ثم قال مردوا على النفاق، أي هؤلاء وهؤلاء استمرأوا النفاق واعتادوا عليه، لا تعلمهم. هذا قبل أن يعلمه الله عز وجل ببعضهم، فلما أعلمهم ببعضهم صار يعلم بعضا منهم. قال لا تعلمهم نحن نعلمهم. هل هذا يخالف قول الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول؟ نقول لا، المعرفة بالسيمة أو المعرفة بلحن القول متحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المعرفة بأسمائهم وأعيانهم هذا لا يكون إلا بإرادة الله عز وجل وإيحائه لك يا محمد، وقد أوحى الله إليه بأسماء بعض المنافقين فعرفه. قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. اختلف العلماء في معنى العذاب مرتين، ف
فقيل عذاب في الدنيا بالفضيحة، وعذاب في القبر بما يكون في القبر، ثم يردون في الآخرة إلى عذاب عظيم. وقيل سنعذبهم مرتين، أي بالجوع في الدنيا وبالخوف أو بالجوع والفضيحة أو بكشف أستارهم إلى آخر ما ذكره المفسرون، وكله يصلح أن يكون داخل في أنواع العذاب الذي يعذبون فيه. ويظهر لي والله أعلم أن العذاب مرتين عذاب في الدنيا بالأموال والأولاد كما تقدم في السورة مرتين، قال لا تعجبك أموالهم وأولادهم في الآية الأخرى، ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، لاحظوا، فهذا عذاب. والثاني عذاب في القبر ينتظرهم، ثم من بعد هذا وذاك يردون إلى عذاب عظيم. وفي قوله لا تعلمهم نحن نعلمهم فائدة في غاية اللطف والجمال، وهي لا تنشغل يا محمد بمعرفة جزاء الله في عباده، انشغل بعلم ما ينبغي لك أن تفعله وأن تقوم به من أمر الله. فالانشغال بتصنيف الناس وتزكيتهم وقدحهم ورفعهم ونصبهم وكسرهم وخفضهم، هذا ليس من أفعال الصالحين المشغولين بالدار الآخرة، هذا من أفعال الفارغين. ولذلك قال قتادة، اسمعوا هذه الكلمة يا أخواني، كلمة في غاية الروعة، وقتادة هذا صاحب أسرار عجيبة، يعني يقع في تفسيره لطائف في غاية الروعة. يقول قال قتادة ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس. يعني إذا سألناك أنت في الجنة ولا في النار قلت ما أدري، طيب وما الذي يدريك عن خلق الله؟ أنت أدرى بنفسك منك بالناس، فلماذا تتكلف هذا في الناس وتدعي نفسك؟ قال فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك، قال نوح وما علمي بما كانوا يعملون، وقال شعيب وما أنت عليهم بحفيظ، وقال محمد لا تعلمهم، وقال الله لمحمد لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني لا تشغل نفسك بهذا الأمر. قال الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. آخرون الآن بعدما ذكر المنافقين الذين تخلفوا وعاتبهم وفضحهم وكشف أسرارهم وهتك أستارهم، انتقل إلى صنف من المؤمنين تخلفوا. ما هي مشكلتهم؟ أنهم مؤمنون لكن غلبت شهواتهم عليهم، فتخلفوا بسبب الشهوة لا بسبب الشبهة، وبسبب يعني الذنب لا بسبب الكفر. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، لاحظوا بدأ بأول مزية لهم أنجتهم من البلاء وهي الاعتراف. شوف حتى يكون لك سلامة اعترف، اعترف، لا تجلس يعتذرون إليكم سيحلفون بالله لكم، لا لا تكن من هذا الصنف، اعترف وبين أنك كنت مذنب. اعترفوا بذنوبهم، ماذا عندهم؟ قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. كيف خلطوا عملا صالحا؟ أي لهم أعمال صالحة، صالحة من صلاة وصيام وجهاد، لكنهم جعلوا معها أعمالا أخرى سيئة، وهذا هو سر قوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولم يقل صالحا وسيئا، لأنه لا يمكن يكون صالح وسيئ، ما يمكن تكون صالح وسيئ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكنه صالح بالفعل
كله مقبول عند الله ومعه عمل آخر سيء بالفعل، فلما اجتمع صار بينهما شيء من التضاد. طيب، قد اعترفوا بذنوبهم، إذن عسى الله أن يتوب عليهم، وكل عسى من الله في القرآن فهي واجبة، إذن تحققت لهم توبة الله عز وجل. قال عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور، غفور كثير المغفرة، رحيم لا تكون رحمته إلا بعد مغفرته. ثم قال الله عز وجل في حق هؤلاء المعترفين: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي ليجمعوا مع التوبة عملا أيضا يستعينون به على دفن تلك السيئة التي عملوها بالصدقة، فالصدقة لها أثر كبير في إطفاء السيئات. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، إيش؟ وصدقة السر تطفئ غضب الرب. فأنتم فعلتم فعلا سيئا، ماذا عليكم؟ اعترفوا بذنوبكم وتوبوا إلى ربكم، هذا رقم واحد. اثنين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي من ذنوبهم، وتزكيهم بها، ترفع مقاماتهم وتعلي درجاتهم، وصل عليهم، ادع لهم إذا جاءوا بصدقاتهم، لأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، بدليل ما ورد في السنة من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم بصدقتهم قال: اللهم اغفر لآل فلان، فلما جاءه أبي بصدقته قال: اللهم اغفر لآل أبي أوفى. قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال العلماء: يعني صلاتك رحمة ووقار عليهم، فإذا دعوت لهم سكنت قلوبهم واطمأنت. وقوله وصل عليهم، قال العلماء، فيه أنه ينبغي أن ندعو ونثني على من عمل خيرا وعلى من تصدق. فإذا قلت الإنسان: تبرع يا أخي للمسجد، قال: بسم الله، تفضل، هذه 1000 ريال أو 10,000 ريال، ما ينبغي لك أنك تقول شيء قربه لنفسه بينه وبين الله، لا، أدعو له، أثني عليه، جزاك الله خير وبارك الله فيك وأخلف الله عليك، تقر نفسه ترتاح. ألا تلاحظون هذا يا إخواني؟ إذا ما يتصدق إنسان تدعو له يطمئن وينشرح، تنشرح نفسه. من هذه الآية: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا، أي ألم يعلم هؤلاء، أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ شوف في قوله: اعترفوا بذنوبهم وعسى الله أن يتوب عليهم، ويأخذ الصدقات، أي يقبلها، كما ورد في الحديث أن الله إذا تصدق رجل من مال طيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها حتى لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. قال: ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب كثير التوبة على عباده، الرحيم الذي إذا تاب عليهم رحمهم. قال الله عز وجل: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قل يا محمد اعمل. هل هذه خرجت مخرج التهديد أو جاءت في موطن العموم لكل الناس؟ مجاهد ابن جبر التابعي المشهور كان يرى أنها خرجت مخرج التهديد وأن المنافقين هم من خوطب بها، فيقول: قل اعملوا، يعني بعد ما فعلتم ما فعلتم واعتذرتم عن تخلفكم أمامكم العمل، فسيرى الله عملكم ورسوله أيضا سيرى، والمؤمنون سيشهدون عليكم بما يرون، وعندها ينكشف، تنكشف حقيقتكم ويظهر المخبأ من أعمالكم، يعني العمل القادم سيكشف ما إذا كنتم صادقين في اعتذاركم أو كاذبين. والذي يظهر والله أعلم أن الآية أعم من ذلك، فالله عز وجل يأمر الجميع بالعمل: اعمل ولا تتوقف، فالله عز وجل سيرى عملك وسيظهر أثر عملك ولو كان خفيا،
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ولذلك المؤمنون سيرون. ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، سيظهر أثر ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهود الله في الأرض، من أثنيتم عليه خيرا ها فهو في الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا فهو في النار. لأنه لا يمكن تجتمع هذه الألسن والقلوب على الثناء بالصدق على إنسان إلا وهو من أصحاب الصدق، ولا يمكن أن تجتمع على الثناء عليه بشر إلا وهو من أصحاب الشر. ولما مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا قال: وجبت. قيل: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت له الجنة. أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض. ولما مر بجنازة أخرى أثنوا عليها شرا قال: وجبت. قيل: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت له النار. قيل: يعني كيف؟ قال: أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض، أنتم شهود الله في الأرض. قال: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذا يدلنا يا إخواني على أن الذي يعلم الحقائق هو الله سبحانه وتعالى. قال: فينبئكم بما كنتم تعملون. انتهينا الآن من الصنف الثاني. من هم؟ الصنف الأول الذين اعتذروا أي وكذبوا في اعتذارهم. الصنف الثاني الذين خالطوا عملا صالح وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. في صنف ثالث أرجئ أمره لم ينزل فيه شيء، هؤلاء صدقوا صدقا كاملا: يا رسول الله نحن ما كان لنا من عذر في التخلف أبدا. ولذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما فلان فقد صدق. يعني به الثلاثة: كعب بن مالك وهلال ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، مجموعون في قولك مكة. ميم مرارة بن الربيع، وكاف كعب بن مالك، وهاء هلال بن أمية. هؤلاء الثلاثة صدقوا رسول الله في تخلفهم، قالوا: يا رسول الله ما كان لنا من عذر أبدا. فهؤلاء قال الله فيهم: وآخرون مرجون لأمر الله، أي قد أخر أمرهم إلى الله وهم في حكم الله عز وجل، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وليس المقصود أخروا عن الغزوة، لا، أخر ذكر توبتهم، فجعل في آخر السورة، ما نزل إلا في آخر الأمر بعد أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرهم 50 ليلة لا يكلمون ولا يسلم عليهم ولا يبتسم في وجوههم ولا يصنع لهم شيء، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال: وإما يتوب عليهم. وما ظنكم، هل الله بيتوب عليهم وإلا يعذبهم؟ إذا كان الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قد تاب الله عليهم، فهؤلاء أولى. قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هذا صنف آخر من المنافقين. ماذا كان منهم؟ عملوا عملا أرادوا به تفريق صفوف المؤمنين، ظاهره صلاح وباطنه فساد. لعلنا نأتي إليه إن شاء الله في بداية المجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.